وإذا تنخم نخامة اقتتلوا عليها أيضا، فإذا وقعت في يد رجل دلك بها وجهه وجلده. هذه نخامة النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يتقاتلون عليها. الكلام ده أنا عارف أنه سيعجب جماعة من الناس الذين لم يتعودوا تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام ويكذبون الحديث. أسهل حاجة يكذبون الحديث، يقول لك مش ممكن، ما حصلش، هذا ينافي الذوق. هؤلاء يقولون مثل هذا، لكن لو كانت قلوبهم كقلوب الصحابة لفعلوا مثل هذا ويزيد. فقال: وما وقعت نخامته في يد أحد إلا دلك بها وجهه.